السلام عليكم، اليوم معكم كوزان مع بيسيلا مع نيبا والتر غيضربوا لي 24 عصير هادو بغيت يسطيو لي، ولكن انا معاهم في التحديات حتى يقولوا لي بركه. انا المهم برسطوني ضروري ندوزوا معاك في التحدي، ولكن قلت لهم راه ندير معاكم زعما راه ندير معاكم الزيت فلان، وفاجئتوني من هو ضربوا لي وتحمقوا لي. ماكرا خويا اخويا. اذا مشاهدي قناه شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا البث المباشر بالضبط مدينه الدار البيضاء. خلي عندك يعني كيف ما كتشوفوا مع المشاهدين الكرام، بحضور نيبال الكازاوي، بيسيلا، كمال كوزان وهولاكو، هنايا تحدي بيناتهم على يعني على 12 عصير، يعني كيف ما كتشوفوا معنا هنا وسط برانس مولاي عبد الله في احد سماكات هنايا، يعني كيف ما كتشوفوا معنا الان غادي يبدا البث. خويا كمال كوزان شنو تقول فهادشي؟ خويا السلام عليكم، تحياتي جميع الاخوان، تحياتي كاع المتتبعين ديالي، تحياتي الناس ديال شوف تيفي، تحياتي الاشرف، تحياتي البيسيلا، تحياتي النيبا، تحياتي الهولوكو. انا مصناك مصناك هو الاول مصناك، تحياتي ليه. ودابا المشكله انا اللي دابا اللي ضحكتني هو هولوكو تخلع ورجع للور، قال له ما غنقدرش عليكم وما غنقدرش نضرب معكم. انا فاجئوني بيسيلا، قال لي باغي ندير معك تحدي، عيط ليا قال لي باغي ندير مالو، ناقشوا نيبا. نيبا قال لك ما مصروطاش لي، انا كليت معاه قال لك لا ما مصروطاش لي باش يربحني. قلت لي مرحبا، واش باغي نديروا شي تحدي؟ قال لك داير معكم حتى الثلاث عاد غديروا زيت البلاد. قال لي لا غنديروا تحدي ديال العصير. قلت لي مرحبا، واخا انا في جيتوس داير معكم العصير. اش كتقول دابا؟ انا بيسيلا بغيت نعرف اش غايقول في هذا العصير. بيسيلا شنو غتقول لي اليوم؟ اليوم ان شاء الله غادي نربح. وانايا تيقول لك واحد المثل اللي مرضي الوالدين اي حاجه يحطوا لي. علاش زعما ترشقات لك وعيطتي لي قلتي لي ضروري باغي ندير مع نيبات التحدي هذا؟ علاش هو برزطني في التليفون قال لي انت تاكل طاكوسات بزاف وانت معروف بالطاكوسات، بغى يجرب معاك العصير، بغى يجرب معايا العصير اليوم غنفرقعو. قال لي واخا انت الاربيط ديما ما تتبغينيش نربح، وداك الشيء من عند الله، راه ربي اللي عطيك ما غادي يحيد لك حتى واحد. ياك وتحيه لخويا كمال كوزان. غنشوفوا مع نيبا اش غايقول. نيبا الكازاوي، نيبا الكازاوي، ما كاينش نيبا المراكشي، نيبا الكازاوي هو اللي كاين. نيبا انا هذا السيد في الحرب ياك كنسالي، علاش زعما ما تسرطتش ديك النهار ربحك في البانيني؟ قلتي لي ندير معاه العصير جرب معاه. هو البانيني مولف عليه وحتى انا ما مولفش عليه، ومشيت معاه في البانيني. ولكن بغيت يتحكى معايا في العصير، حيت انا شربت 40 جيطوس وبغيت يتحكى معايا في العصير. يعني مستعد تربحه؟ مستعد. عندك طيح بيا عاوتاني، غادي تربح لي ما غادي نفرقعوا لي. انا بيسيلا راه كنقلب لي، كنقلب على اللي زنطو. انا باغي اللي زنطو، ولكن انا غادي معاك تتقول تبع. اولي ما غتقولش بع، غتبقى معايا تتحدى نيبا الكازاوي، غيبقى يتحدى بيسيلا. كنتحدى بيسيلا تنديها، وبغينا نعرفوا بولوكو هولوكو علاش ما بغاش يدير معنا هذا التحدي هذا؟ وحياته هذيك احنا ما عرفناش. لا هولوكو هشام ماشي محترف، على لا محترف يلاه بدا، وحنا نبقاو معاه حتى يدخل الحرفه ونشوفوا معاه اش غيقول. علاش زعما انت ما بغيتيش دير معنا التحدي؟ التحدي هذا خويا اول حاجه كيف ما قال خويا بيسيلا راني فيها شادي، يعني من القدام غيكونوا شي تحديات، شي حاجه خطر من العصيري معاه هو مع الدنيب. انت معترف بيسيلا؟ معترف مالك تحديات؟ لا معترف براسي. ما باغيش تعترف بيسيلا. انت هو كاين بالروش ولا ماشي؟ انت هو كاين باش تقول لي انت هو كاين اليوم كيبين لي البرهان بان بيسيلا واعر على اي واحد. انا من هو انا متفق معك، هو واعر على اي واحد، اسمح لي هو واعر على اي واحد، ولكن ما كاين انا بوحدي، انا غادي نقدر نقدر غيكونوا المنافسين خويا. كاين سي كمال كوزان. السلام عليكم خوتي المغاربه، داخل الوطن خارج الوطن، هذا السيد هذا دار عليا فيديو مع شوك تي في، تحيه لشوك تي في. خليه يقول اللي بغى، خليني نهضر. قول اللي بغى. تحيه لشوك تي في. هذا السيد هذا قال لهم، حيت هذا السيد هذا ضرب الدهنه كلاها فهمتيني، هو ما غيقدش على بيسيلا وبغى يحقر عليا انايا. بلاتي بلاتي الدهنه اللي غناكل انايا واش فيها شي مفائده ولا ما فيهاش؟ وتا خلينا من الدهنه اليوم، فيها بروتينات، فيها بروتينات. اخوان غنبدا معكم التحدي ديال اليوم، التحدي ما بين نيبا وبيسيلا. التحدي ما بين نيبا وبيسيلا، هولوكو تلاح اللور. انا ما غنقولش لي تلاحيت اللور، مازال التحديات اليوم باقي التحديات، باقي غتحداو. المهم اليوم غنبداو مع بيسيلا وغنداو بسم الله على بركة الله. الله نيبا الله عندك سؤال بشوي عليك، اللي غيربح اليوم غنشوفو اليوم. هاني بيسيلا، هاني نيبا،
ايوا نيبا سير بسم الله سير عشيري سير كين ورا بسم الله كين علي نيبا الكازاوي سير على الله سير على الله ما بقاش انا لا 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 سير على الله تضربوا لا كب في الكاس كب في الكاس كب في الكاس بلاتي بلاتي حلوا اليوم حلوا اليوم حلوا اليوم حلوا اليوم ندير مين مين لا ما تحل اليوم واحد لا شتا واحد ما يقرب لهم بيناتهم قولي قولي هانتوما راكي خاوي انجل القويره تحيا الناس برنوسي تحيا البيدريز ترى فرقعتي من تحت وتمشوي حلو واحد اخر حلو واحد اخر سير بسيلة سير غيره سير غيره سير غيره خاوي داك الشيء انا تقول داك الشيء كيبقى عامر انا راه من الهاربيط راه من عطلو خليهم يخل ما تمسكش حتى واحد سير ما تفرقوش ما تفرقعش ليا الله يرحم الوالدين الله متلوحش يا صاحبي لا هو اللي بخصو يربح ها انتم انا خاوي ها هو خاوي الثاني او زعما غتضربوا 12 وين اخر اه غتضربوا 12 او خاوي شي ثاني با نيفا نيتا خليها صاحبي وا لا انت كتفرقع وما صاحبي ما تعرف شي حاجه لا 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 رجعتي يا صاحبي تمش لي خليه هو متورك صفقات 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 الكازاوي كلكم هاني نيبو هو كمل نيبا نسيم كمل نيبا هانتوما نيبا نيبا هادشي كامل حنا غنقيو هادشي كامل غيتنقى يعني هذا واحد ليكم شنو هو المشكل ديالو هو عنده الزربه دابا نيبا مسكين ها انتم شوف نيبا دابا هو غير ثقيل في الحلال في الحلال علي نيبا صفيقه شجعوه 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 وي 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 هو نيبا كمل هو كمل في 12 12 شوفني باش شوفني والله تحيا سي نيبا اش بان لك نيبا غادي غادي وراه مع الحنان صح كيفاش مع الحنان الحنان وتريح على راسك قال الحنان راه تحكم عليا براحه ديالك نيبا اه عاود ليه المره الجايه لا غادي يدير مع الزيت الفران قول لي نيبا ونيبا وانت شو زمطك لا ما يسمطنيش والله لا زمطك لا ما يسمطنيش انا راه انا غادي معاه بتحدي خليك خليك حاجه انا ما خليتش هو اللي ضرب واش يقدر شي واحد يضرب 12 عصيري راه ما يقدر حتى هو دور دور البسي لا سبع 12 وضرب لي واحد تاعه اه ما بغيتش نعذبك اليوم شنو هو؟ اليوم شنو؟ اليوم شنو؟ اليوم 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 اليوم
مرحبا. 20 متر شكون خير؟ انا ما نكذبش عليك، نهار الخميس اللوح الاخر لما جيت تدخل اللوح اليوم شيطرو تاع زيت الفران تاع المرسيدس. يا الله مرحبا، انا غادي نتابع هذا تنتمكم هنا في الروضه وحده غتزوج هذا المرسيدس. دور عندي كامل، دور عندي زبطك زبطك زبطك. انا غادي معاه، انا غادي معاه. هو كنشرب، هو من ناحيه الشعب كي كبر. ها هو تخيل، ها هو تخيل. قولي خاصك تولي وجرتي، خاصك تولي الرياضه. انا يلا بدي نفتح لكم بعد ما نسلكوك واحد الحلقه. 16 عام، 16 عام هو تيدير التحدي. انا قلت لك 15 عام هو اللي تيدير مع شي واحد حاجه. راه كيفوتو الدريسي الاخر تبقى غادي تشوف به. انا راه تنبقى غادي معاه، ولكن انا تقيل، ولكن ريت عرفت فاش اخوان بيسي لابس ريات. اخوان بيسي لابس ريات ليا نيبه، زاد عليه واحد يا بحتار. ما كانش يدير والو، ما كانش يدير خاصو يتابعو. تابعوا لي نهار الحليب ان شاء الله. جمال 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 جمال، التحدي هذا ان شاء الله ديال الحليب انا غنتحداو فيه. فاش تتحداو؟ في هذا الحليب هذا. شي واحد علاش نتحداو في هذا الحله؟ عاد تقيل الحليب راه شاري، نضرب عليهم في الحليب. الاخوان خاصكم تعرفوا راه عندي اصعب تحدي غادي يكون ان شاء الله نهار الحد. من غير الزيت المحروق اللي غير الزيت ديال الفران غيضربوا نهار الاربعاء، غيضربوا الزيت المحروق ديال الطوموبيل زيت الفران. مرسيدس مرسيدس عندي مرسيدس. داكشي اعطيني جوج. ها هو عندو مرسيدس مع جوج. كيشوف هاد الناس مستعدين للتحدي. المهم نهار الثلاث نهار الاربعاء ياك نهار الاربعاء غيضربوا، ولكن نهار الحد عندي اصعب تحدي غيكون ما بين بولوكو والطنجة، وما بين الرويده في العرايش، وما بين سلاوي غنديروه في سلا. ثلاثة مع ثلاثة غادي يكون معايا بولوكو، غنعطيه أصغر واحد هو سلاوي باش نخلو بولوكو يربح. أنا معاك السلاوي، أنا غنبيه لك. ونتايا بيسيلا غيكون معاك الرويدة. اش غتقول الرويدة؟ أنا نقول لك واحد الكلمة الرويدة. أنا غادي نمشي فاطر ونحملو وغادي نتغدى وندخل معاك. وما نكذبش عليك، اللي بغا يديرها غديرها معاك، اللي بغا ديرها ديرها. هاني بيسيلا اللي بغا ديرها ديرها. جمع جمع الرويدة الرويدة كمان. أنا شاطر. اسمح لي اسمح لي اسمح لي. ونتايا راه غيكون عندك مع بولوكو غتضرب عرفت غادي يوصلوا لي 45 تحدي ديال جيتوس. جيتوس باقا واقفه لي ب 45. غندير التحدي ما بين بولوكو والطنجة، وما بين نيبا وكازا. نيبا كازاوي اش غتقول لي في التحدي ديال نهار الحد ما بين ثلاثه الاشخاص؟ ثلاثه الاشخاص اش غدير لي في التحدي ديالي انا ديال 45 جيتوس؟ واش قادر غتزمط لي طنجة ولا لا؟ نيبا كازاوي هضر لي على الطنجاوي بولوكو. ما عمرو تيحشم بشي واحد. ملي تنوقف انا على البلاصه تنبرق عليها تنحمر الوجه، تنحمر الوجه وغنحمر لك وشك وديها كامل. الله يحفظك. انا غادي نحمر لك وشك شاد 45. ما حمرتي لا طيحتي بيا طيحتي بيا. هو كي اتخايل 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 واحد خدا لك واحد لم ياخذ واحد. علاش 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 علاش. اخوان ما هي وجه البث؟ رسالتكم. قول لي رسالتي الطنجاوي اشنو غدير معايا معاه في 45 جيتوس؟ مرحبا رد عليه طنجاوي. بولوكو 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 انا نجي عندك. قول لي تحياتي العزيزه اللي معاك. تحيه العزيزه وتحيه للطنجاويين ومرحبا بكم. مرحبا بكم عتني بالغزاوي ان شاء الله. غنتلاقاو في السلا. اش غدير معاه؟ غنضربو 45 جيطو ان شاء الله. 45 جيطو. بلاش بلاش بلاش. وانت واحد الكلمه لك انت يا بنو انا جانطه. بلاش بلاش تدور عندي. انا باغي نتحدى واحد السيد بعد ما بينو بينو غير الخير والاحسان. واش بدنا؟ السبيع. مالك هذاك السبيع غنتحداه في جيطو. انت ما تحديتي انا غنتحداه في السبيع. لا حيت شنو عملت؟ واش ما بديتش معاه هو؟ واش بديتي في اللايف؟ قال لهم انا وي وي غادي ندير كاس 14. هذا السيد غنفارق معاه شي هو اللي شفتو كمال. رسالتك الاخيره خويا هي وجبه. رسالتي الاخيره كنشكر المشاهدين اللي متبعينا من الاول ديال اللايف حتى الاخر ديال اللايف. كنشكرهم من هذا المنظر. وكيقول لكم كامل كوزان ديما غيجيب لكم التحديات الجديد. الحمد لله اللي تلاقينا مع بيسيلا تبارك الله عليه، وتبارك الله على نيبه هو راه كنعزتو به لانه اول مره غيكون في التحديات ومشى مع بيسيلا وتابع بيسيلا. مهم وخاصه يدوب بيسيلا حيد ليه واحد
ضرب 11 قاتل المهم قاتل ان شاء الله. قم شكرا مول هاد السناك هذا املوك املوك فود املوك فود مول هاد السناك اللي استقبلنا واستقبلنا احسن املوك فود كيف برنس مولاي عبد الله اللي قال لنا جيديروا عندي التحدي اش كنقولوا شنو في كاين عندكم املوك فود فين كاين املوك فود فين كاين برنس المدينه برنس مولاي عبد الله في المدينه برنس مولاي عبد الله في المدينه تحياتي لكم تحيه واحد تحيه لواحد الدريه بنت خالتي سميتها ابتسام مبروك عليك اختي ابتسام احنا راه جايين ناكلوا عندك ربيسه انا وكمال وبسيلا وشدينا هشام اوروكو ان شاء الله بحول الله مبارك مال على شنو 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 ولد ابتسام ولدات يا خويا كمال سميتها ابتسام ابتسام تحياتي ليك تحياتي لك وكنتمنى يا ربي تخرج لك الدريه الصالحه الدريه الصالحه ان شاء الله ولكن شوفي ثلاثه القصريات بغيتهم يكونوا بالجيش البلدي بغيت ندير لهم التحدي ديال يضربوا القصريه ديال الرفيسه وغادي نشوف هذه القصريه ديال الرفيسه غتكون عندك وبلايف وان شاء الله باذن الله اش كتقول في هذا اللقطه السلام عليكم وتنشكر هاد الناس اللي تفرجوا فينا وساندونا وهاد ديديكاس كبيره الناس كازا الناس الكبار والناس سيوف ثقال والديديكاس كبيره خويا يونس الزماكري تحيه الناس لافا رايح رايح بلاتي ما ديروش لي ديديكاس نهار ما طالوا نتابعكم اشرف الله يحفظك الله يحفظك خويا اشرف الناس شيف تي في وخويا سعيد الناس البرنوسي سامي البرنوسي البرنوسي تحيه الناس وخويا سامي ولد البرنوسي وتحيه للناس ديال البرنوسي تحيه لكم وتحيه مبارك عليكم مبارك عليكم من ديكاسات شوفوا انا كنقول لكم اللي بغى يتحدى بسيلا بسيلا ما بقاش كيهمني راه كيدير التحديات بسيلا اللي خطر يتحدى في الزربه بسيلا واحد في الزربه كنتحدى اي اللي كيقول لك انا مالك التحديات في الزربه كنتحدى وكيقول لي كامل كوزان غيتحداك بسيلا لقيت واحد اللي كيتحدى الزربه هو بسيلا هو اللي هاز الراس ديال المغرب كيجاتك الماكله عند املوك املوك تبارك الله عليه والله الا الصراحه ماكله عنده زوينه واستقبلني احسن استقبال كنحييه من هذا المنبر وكنقول لك حتى شكرا شكرا اخويا والله الا شكرا على الماكله ديالكم راه نقيه وكنشكرك على الاستقبال ديالك وانا كنقول لك مرحبا بنا عندك ومرحبا بك عندنا تبارك الله على الاخوان وديما تبعوا معنا الجديد وتبعوا معنا نهار الثلاث حيت عندي غدا واحد الخدمه غنقضيها حتى النهار الاربعاء غندير الاستقبال الشحيح خويا كمال كوسان على شهوة هذا السيد هو ما غنساوش التحيه كاع الناس اللي كانوا معنا هنايا حاضرين معنا واحلى تحيه المغاربه من كازا 18 للكويره تبارك الله عليكم مشاهدي قناه شوف تي في غادي ندعوكم على امان تلقاكم في بث مباشر ان شاء الله الى